أنا إلي 14 سنة عاطل على العمل، تزوجت وعندي نفرين وساكن في الأجار، اشتغلت في كل شيء، فسمعنا على النت وعلى الناس إنها الناس بتحكي إنه في تصريح وما التصريح والأمور هذه والتسهيلات، فإحنا رحنا نسجل زينا زي الناس بما إنه يا رب يطلع لنا تصريح إنه بقول له الشغل جوا إن شاء الله يكون أفضل. اليوم قدمنا جينا نقدم أجينا للإخوة في الغرفة قالوا لنا إنه ما بينفع تسجل إلا تروح على طريق النظام وما النظام. اللي خلانا نصل لمرحلة زي هذه إنه الوضع اللي إحنا فيه وضع يعني حصار على الشباب، يعني قبل أقول لك على الصغار قبل الكبار. ناش نقول الشباب، الشباب إحنا شبه معدومين، يعني شبه إنه نتعلق في أي قش إنه الواحد يشتغل. إن شاء الله يطلع لنا أي شيء، أي تصريح عمل، أي إشي اللي الواحد يستفيد، لأنه عمرنا قاعد بنضي. الضغط النفسي والضغط المادي والضغط العمل اللي هو ماشي فيه هو اللي وصلنا لمرحلة إنه الحصار خنقنا. أنا عامل من عمال إسرائيل، كنت إلي 20 سنة يعني بعد ما سكرت إيرز قعدنا عن العمل، وفي البلد غزة كل بتلقت لقمته، لكن حد ما قالوا باب التسجيل كل الناس بدهم يذهبوا للعمل، فبتأمل يعني من الله ثم القائمين على المشروع إنه الناس العمال تمرق إنه يكون الأمر فعل، ما بدنا كلام، يعني هاي صار 20 سنة وإحنا قاعدين، وإن شاء الله يكون الأمر هذا جدي. إنه التصريح للعمال وبعد 20,000 هدول كمان يزودوهم. وضع العمال أول شيء في قطاع غزة معدوم، قول ما فيش بطلات من 2001 لا غاية هلقيتها، والناس بتستنى المعبر تفتح، وبنتمنى من الحكومة الرشيدة اللي هنا من حكومة رام الله إنه ينسقوا للعمال ويشغلوا العمال ويترزقوا العمال، لأن وضع غزة كرب لا يعرف فيه إلا الله.